يوم نتحاور ونتناقش في المهنة التي نفضلها في المستقبل. المهنة التي أفضلها أن أكون عالماً، عالماً نووياً لا أرتقي بأمتي. طبيب، مهندس، المهنة التي تفضلها فيها المستقبل أن أطلع طبيب وعرض المرضى. المهنة التي أفضلها في المستقبل أن أكون طبيب وعرض المرضى. المهنة التي أفضلها أن أكون ضابط شرطة لأجعل الناس سواسية أمام القانون. المهنة التي أفضلها أن أكون مدرس لغة عربية لأرتقي بالمستقبل وبالطلاب. المهنة التي أفضلها أكون طبيب لأعالج المرضى. المهنة التي أفضلها أن أكون عالم في العلوم لكي أكتشف ذرة جديدة. المهنة التي أفضلها أن أكون طبيب لأهل المستشفى خاصة بالمحتاجين والفقراء. المهنة التي أفضلها في المستقبل هي أن أكون ضابط لحماية الوطن ومنع حدوث الجرائم. المهنة التي أفضلها أن أكون رجل أعمال كبير يساعد الفقراء والمحتاجين في كل العالم.